السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه موندو بريكولاج. الفكره نتاع اليوم هي اعاده تدوير هذا الساك اللي تقشر ليا بفعل الرطوبه كيف ما كتشوفوا. فاليوم غادي نحاولوا اننا نغلفوه ونغيروا ليه الشكل نتاعو عن طريق هذا الثوب اللي خديته من عند طابيسين كيتقام رخيص. فبالعبار غادي نقطعوا الطرفه ديالنا وندوزوهم في الماكينه، واللي ما عندوش الماكينه يمكن يستعن بالخيط والبرا. بعد ما خيط جميع الاطراف نتاع الساك بالماكينه، بقاو ليا شي بلايص اللي ما يمكنش الماكينه تدوز فيهم. غادي نستعن باللصاق ونحاول انني نثبتهم. صافي، لهنا الطريقه جيت سهله. كنتمنى ان لا فيديو ينال اعجابكم وفرجه ممتعه، وكنبغي نقول للجميع متتبعي القناه موندو بريكولاج شكرا على المسانده. وحتى اللي ما مابونيش معنا فمرحبا به، يدخل ويتابعونا معنا.